السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. راح نعمل مثل ما عملنا في الحصة السابقة، نشوف مين صاحي معاي من اللي دخلوا، ونسأل أسئلة علشان نفهم موضوع تبسيط الفانكشن باستخدام الكي ماب. في مثالنا اليوم راح نبدأ في الفور فاريبلز، ونتكلم عن تبسيط فانكشنز متكونة من أربع متغيرات. الأربع متغيرات معناها أنا بدي ماب تحتوي على 16 مربع، لأنه 2 قوي 4 16، عدد المنترز المحتملة 16 منتر، وبالتالي لازم يكون عندي ماب من 16 مربع. الآن كيف أضع المتغيرات؟ إذا كان عندي فانكشن f of w x y z، فإني أقوم بوضع متغيرات الموست سيجنيفيكانت مثلا على احد الاطراف دبليو اكس، هنا حطيناهم هون وحطينا احتمالاتهم 0 0 0 1 1 1 1 0، وقلنا عمليه وضع الاحتمالات بالجري كود عشان يكون الانتقال من مربع للمربع التالي في تغير واحد فقط. الواي زد بنحطها على الطرف الاخر، برضه بنحط احتمالاتها 0 0 0 1 1 1 1 0. الآن حتى نعرف كل مربع يمثل أي منتير، بنقرأ الباينري كود من الموست سيجنيفيكانت للي سيجنيفيكانت، يعني 0 0 0 0 هذا يمثل M 0. الآن 0 0 0 1 0 0 0 1 هذا بده يمثل لي M 1. فال 0 0 0 1 بيكون المربع هذا، فهذا راح يكون M1. اللي بعده 0 0 1 1 هذا راح يمثل M3. فهذا راح يكون عندي M3 هون، هاي موقع ال M3. اللي بعده 0 0 1 0 يمثل ال M2. إذا بهذه الطريقة بنحاول نحط أرقام المنترمز M0 M1 M3 M2. هنا باجي بقول 0 1 0 0 M4 0 1 0 1 M5 0 1 1 1 راح يكون M7 0 1 1 0 راح يكون M6. هنا لاحظ عندي 1 1 0 0 بلشت من عند M12 1 1 0 0 هذه راح تكون M12. اللي بعدها 1101M13، اللي بعدها M1 M15 اللي هي 1111، والأخيرة اللي عجبنا من هون 1110 راح تكون M14. هنا 1000 راح تكون M8، 1001 راح تكون M9، 1011 راح تكون M11، وأخيرا 1010 راح تكون M10. هكذا نضع على الماب أرقام المنتيرز. الآن بيجي الفانكشن بيقول لي هذا الفانكشن يتكون من مجموعة من المنتيرز، فبحاول أجمع أكبر عدد من المنتيرز power of 2، إما 2 أو 4 أو 8 أو 16. الآن خلينا على الماب هذه، ولنفترض إن واحد قال لي الفانكشن يحتوي على المنتيرز التالي M0, M1, M4, M5, M12, M13, M8 و M9، يعني يشمل جميع هذول، عنده الثمانية هذول. واحد قال لي الفانكشن يحتوي على الثمانية من تيرز هذول، وأقول له مباشرة من الماب، طبعا كيف حطيت الواي؟ الواي قيمتها واحد في الثمان مربعات اللي على طول هون، هذول الثمان مربعات هون الواي دائما ثابتة على قيمة واحد، لذلك تبسيط الثمان مربعات هذول راح يعطيني واي، يعني هذول الثمانية مع بعضهم تبسيطهم راح يعطيني واي. معناها الثمانية اللي على الطرف هون شو راح يعطوني يا شباب؟ الثمانية اللي على الطرف شو راح يعطوني؟ يعطوني واي نوت واي اللي هي نوت واي واي واي
واي ايش؟ واي برايم. اذا وضحت الفكره، نصف الماب بيعطيني متغير واحد، اما واي او اكس او دبليو او زد او واي برايم او اكس برايم او دبليو برايم او زد برايم. خلينا نشوف الان مدى فهمكم، وبدي اسالكم واحد واحد، مين صاحي معاي وبدي اساله سؤال على الماب؟ مين بحب؟ اللي بحب يحكي اسمه. هلو هلو، فيش حدا صاحي؟ يا شباب ياهو، مين موجود معاي؟ الموجود يحكي اسمه. دكتور انا موجود، يوسف ابو اسمك انت؟ يوسف ابو دياك. بس انت اللي صاحي ها؟ انا موجود معك من قبل بس كنت بعطي فرصه. مين موجود غير يوسف؟ انا نرمين. موجودين دكتور. انا دكتور. شو اسمك؟ اعطيني اسمك. انا موجود دكتور. شو اسمك؟ وانا محمد زحراوي. طيب يا وائل زحراوي، اطلع على الماوس وشوف لي، بدي أشر لك هيك. هذول الثمانية راح يعطوني متغير واحد، شو راح يعطوني؟ متغير واحد. طلع على الماب، وين موجودين؟ يلا. وين موجودين بالنسبة للماب؟ طلع على حدود كل متغير. اللي هن راح يعطي إكس؟ إكس 100%، لأنه هذول كلهم موجودين داخل الإكس. أوكي، إذا هذول راح يعطوني إكس، ممتاز. مين كمان بيحب؟ أنا دكتور. حلو. البنات. دكتور أنا، سيرين. اسمك؟ سيرين. يا سيرين، بدي أنطيك الاربعه هذول، شايفيتهم اللي بلاد؟ هذول الاربعه M2 M3 M6 M7، يعني هذول. طلع على الماب وقولي لي شو صفتهم المشتركه، هذول وين موجودين؟ اللي هن W و Y. موجودين داخل W هذول؟ دكتور على جنب، هو W. وين الدبليو؟ وين مربع؟ رجع مربع. دبليو برايم واي. دبليو برايم واي، هذول خارج الدبليو داخل الواي، اذا هذول بنطوني دبليو برايم واي، لانهم خارج الدبليو ولكن داخل الواي. مين كمان بحب نساله؟ مين؟ دكتور انا كمان. نور. يا نور، خذي لي الاربعه هذول، شايفيتهم الأربعة اللي على الأطراف هذول الأخضر، شو صفتهم المشتركة؟ بعطوني شوي بس. طلع على مهلك. بعطوني إكس، لا بعطوني زد برايم. زد برايم مظبوط. وواي. واي هل هم جوا؟ واي لا انطوني زد برايم وبعطوني. هم وين موجودين بالنسبة للواي؟ جوا الواي ولا خارج الواي؟ خارج الواي. إذن شو لازم يكون في عندي كمان؟ واي برايم. واي برايم، خلاص. آه. نصف الماب بيعطيني متغير واحد، ربع الماب بيعطيني متغيرات اثنين، مظبوط؟ ثمن الماب بيعطيني ثلاث متغيرات وهالم جر، فهذول راح يعطوني متغيرات اثنين في الحد تبعهم. هذول صفاتهم المشتركة إنهم خارج الواي وخارج الزد، عشان هيك قلنا عنهم واي برايم زد برايم. مين كمان بحب نسأله؟ مين من موجودين بنحب نسأل؟ انسأل. مين صاحي؟ ألو دكتور، اسأل. اسمك؟ عمر. يا عمر، بدنا نعمل لك مجموعة وان من تيرز وتقولنا شو تبسيطه. طيب خليني أقول الأربعة اللي في الوسط هون، طلع عليهم هاي هذول، شو تبسيط؟ زد بس زد، هم داخل الزد بس، هل بشكل الزد كامل؟ زد وإكس. زد وإكس، يس، هم داخل الإكس وداخل الزد. زد بدها ثمان مربعات عشان يعطيها، هذول الثمانية كاملين بنطوني زد، بس أربعة بيعطوني تقاطع الزد مع الإكس، إذا هذولا راح يعطوني زد إكس أو إكس زد.
مين كمان بيحب ينسأل؟ هلو، في حدا بيحب ينسأل؟ تفضل دكتور. شو اسمك؟ أحمد. يا أحمد شوف لي الأربعة اللي على الزاوية هذول. طلع عليهم هون هيهم. هذول بيعطوا واي. موجودين داخل الواي لكن بنفس الوقت موجودين وين؟ خارج مين؟ خارج الزد. زد برايم. واي. واي زد برايم. زد برايم ممتاز. مين كمان بحب ينسأل؟ أنا دكتور ريناد. شو اسمك؟ ريناد. طيب يا ريناد طلع على هاي أصعب شوية، بدنا نختار لك هذول لحالهم M0 و M1. أول إشي كم متغير راح يكون تبسيطهم؟ بيكون ثلاث. ثلاث ممتاز، تفرج عليهم وين موجودين هذول؟ زد برايم. موجودين خارج الزد. هل هذول اثنين خارج الزد؟ لا في واحد منهم داخل الزد. بدي اثنين صفاتهم المشتركة مع بعضهم. مع بعضهم هذول اثنين، بقدر أقول عنهم خارج الزد؟ الاثنين؟ لا، لأنه واحد لا. منهم خارج الزد وواحد داخل الزد. دبليو برايم. بقدر أقول عنهم خارج الدبليو، مظبوط؟ دبليو برايم. لا، إذا دبليو برايم، هاي أول واحدة. واي برايم. خارج الواي، ممتاز. وخارج مين كمان؟ طلع عليهم بريت الاكس ولا جوا الاكس؟ واكس برايم. واكس برايم، اذا هذول دبليو برايم اكس برايم واي برايم. ممتاز. مين كمان بيحب ينسال؟ انا دكتور. شو اسمك؟ ساره. يا ساره شوفي لي هذول زد زد اكس برايم X برايم W برايم. X برايم W برايم. أكيد W برايم؟ لا دكتور لا لا W لا. W لأنه جوا W مش خارج W. مش منتبه. ممتاز. بس لما نيجي نكتب يا إخوان حاولوا نكتب حسب الفانكشن، يعني إذا الفانكشن قال لي F of W X W X Y Z بحاول أكتب بنفس الترتيب هذا، يعني بدل ما أجي تطلع دكتور ده Z X Prime W بكتبه W X Prime Z X Prime Z W X Prime Z. أوكي ببدأ بالترتيب من ال W، ماشي الحال؟ طيب مين كمان بيحب ينسأل؟ مين دكتور أنا بيحب يجرب حاله؟ دكتور أنا. شو اسمك؟ طلال دكتور. طيب يا طلال اسمعني مظبوط. تمام. خلينا ناخذ لون اخضر فاقع. يا طلال الاربعه هذول تمام دكتور. شو بعطوني؟ دكتور هاي موجودة داخل الزد وخارج الدبليو. إذا شو بنقول عنهم؟ زد ودبليو برايم. دبليو برايم زد، نكتبها بالدبليو في الأول، أوكي؟ دبليو برايم زد، ممتاز. مين كمان بيحب يجرب دوره؟ مين لسه ما جربش؟ أنا دكتور. شو اسمك؟ نرمين. يا نرمين بدي أنطيك الاثنين هذولا. هذول زد برايم دبليو. طلع أول شيء كم متغير راح يكونوا هذول؟ راح يكونوا ثلاث. ثلاثة. طلع عليهم أول شيء بلش متغير أول الدبليو. شو صفتهم بالنسبة للدبليو؟ داخل الدبليو ولا خارج الدبليو؟ داخل الدبليو. إذا بقول دبليو، هاي أول واحدة. طيب بدي كمان اثنين. بعدين واي. واي. داخل الواي ولا خارج الواي؟ داخل الواي. إذا بحط واي. الآن بالنسبة للإكس بقدرش أحكي عنها، ليش؟ لأنه واحد منهم جوا الإكس وواحد منهم خارج الإكس، فالإكس بتروح. بضل عندي أقول الزد داخل الزد ولا خارج الزد؟ خارج الزد. إذا شو بقول؟
زد برايم. إذا W Y زد برايم. مين كمان بيحب يجرب دوره؟ ألو؟ في حدا بيحب يجرب؟ ألو دكتور. شو اسمك؟ اسمي استبرق. استبرق. يا استبرق. خلينا نشوف لون آخر. نشوف اللون النهدي. يا استبرق عندي هذول اثنين. اللي مثلوا لي M4 و M5. شو تبسيطهم راح يطلع معانا؟ هذول أول إشي خلينا نشوف الدبليو. هل هم لهم صفة بالنسبة للدبليو داخل الدبليو الاثنين أو خارج؟ لا خارج الدبليو. إذا شو بقول؟ دبليو برايم. دبليو برايم. طيب شو ظل بدي كمان حدين؟ ظل بدي كمان تو لترالز. بالنسبة للإكس داخل الإكس ولا خارج الإكس؟ داخل الإكس. إذا بحط إكس. طيب بالنسبة للواي خارج الواي. إذا شو بقول؟ واي برايم. واي برايم. الآن بالنسبة للزد بحطش إشي. ليش؟ لأنه في عندي مربع جوا الزد ومربع خارج الزد، وأنا بعرف الثلاثة هذول الاثنين راح يعطوني ثلاث متغيرات، فالزد ما بتدخلش في الحساب. تمام. مين كمان بحب يجرب دوره؟ أنا دكتور. شو اسمك؟ تقى. يا تقى أعطيني الاثنين اللي هون اللي هم M8 و M9. X برايم. بنشينا من W في الأول. ماشي. Y, W. W. إذا هذا راح يحشمل W. طيب هاي أول واحدة. X برايم. X برايم. ممتاز. Y برايم. Y برايم. ممتاز. طيب لي شيء ثاني؟ لا. لا. بقدرش أحط الزد. إذا W, X برايم, Y برايم. أرجو أنها تكون الصورة الآن وضحت كيف بنجمع المربعات. تجميع كما قلنا إما 2 أو 4 أو 8 أو 16. طبعا 16 معناها الماب كلها فيها ones، معناها الفانكشن is always one، فالماب كلها تبسيطها واحد. إذا كان كل الماب مربعاتها موجودة تبسيطها واحد. نصف الماب بنطيني متغير واحد، يا بيعطيني Y أو Y prime، يا X يا X prime، يا W يا W prime إلى آخره. ربع الماب بيعطيني متغيرات اثنين، ثمن الماب بيعطيني متغير ثلاث متغيرات، وواحد على 16 من الماب بيعطيني متغير واحد. يعني مربع واحد، مربع واحد مثلا هذا بيعطيني W prime X prime Y prime Z prime، بيعطيني M0. واضح يا إخوان كيف نتعامل مع الماب لما تكون رباعية أو لما تكون أربعة في أربعة؟ طيب بدنا نشوف الآن مين أكثر واحد استوعب، وراح أعطيه مسألة شوية صعبة على نفس الماب، أوكي؟ وبدي أقول نغير اللون إلى اللون الأسود، وخلينا نقول الأربعة اللي على الزوايا، هل أستطيع أن أجمعهم مع بعض ولا لا؟ أول إشي هذا السؤال. الأربعة هذول مين بيقدر يقول لي نجمعهم ولا بنقدرش نجمعهم؟ نقدر. دكتور. نقدر نجمعهم لأن المسافة بيناتهم power of two، عندي اثنين من هاي العمودين واثنين افقي. إذا شو صفتهم المشتركة؟ الأربعة اللي على الزوايا هذول شو صفتهم المشتركة مع بعضهم؟ يعني الصفة اللي بتجمعهم كله مع بعض. إنهم خارج X برايم وزد برايم. وخارج مين؟ الزد. خارج الزد. إذا هذول بقول عنهم إيش؟ X prime, Z prime. Z prime. ممتاز. هاي بجوز تكون أصعب واحدة ممكن تواجهكم في تبسيط الماب من أربعة بأربعة. واضحة؟ طيب خلينا نأخذ الأمثلة. خلينا نأخذ أمثلة من الكتاب. المؤلف طبعاً في المثال اللي راح يجي بعد شوي فيه خطأ، لذلك يعني السلايدات فيها بعض الأخطاء، أرجو أنكم تحطوا ملاحظات وتصلحوها. نشوف المثال التالي. هذا المثال ما فيه خطأ إن شاء الله، هذا المثال صحيح. وخلينا نشوف كيف بنعبي الماب. الآن بقالي الفانكشن F of W X, Y and Z يساوي 0, 1, 2, 4, 5, 6,
8 9 12 13 and 14. نيجي على الماب هون بنحط ارقام المنتيلز ام 0 ام 1 ام 3 ام 2 الى اخره، وبنيجي كل منتير موجود بالفانكشن بنحط محله واحد، واللي مش موجود بنحط محله زيرو. يعني نيجي لهون، اول شيء عندي الام 0، هذا الام 0 موجود بالاكسبريشن معناها بدي احط محله واحد، ام 1 موجود بدي احط محله واحد، ام 2 موجود بدي احط محله واحد، الان ام 3 مش موجود بحط محله زيرو، نحط اللون ثاني اللي مش موجود بحط محله صفر. اما المنتيرم الموجود بحط محله واحد، فراح الاقي الزيرو والوان والتو الفور، هيها الفايف السكس الايت، هاي الفايف هاي السكس هاي الايت، الايت هون تحت شايفين على الزاويه 1 0 0 0 1 0 للدبليو اكس و 0 0 للواي زد، ف 1 0 0 0 بتعطيني الام 8، فبحط محل الام 8 واحد، الام 9 الام 12 الام 13 الام 14، اما الباقي بحط محله اصفار. انتهينا من اهم مرحله اللي هي رسم الماب ووضع المنتيرز التي تشكل الفانكشن. نيجي الان لعمليه التجميعات. في التجميعات بنحاول نجمع اكبر عدد من الونز. الآن السؤال، هل بقدر أجمع 16 ون مع بعض؟ لا دكتور. طيب 8 مع بعض؟ بصير. هل أستطيع أجمع 8؟ دكتور بصير. بصير، أي 8؟ 8 اللي هون. الآن 8 اللي هون، شو صفتهم المشتركة مع بعضهم؟ واي برايم راح يعطوني حد من متغير واحد، شو الصفه المشتركه لهم الثمانية مع بعض؟ واي برايم ممتاز. اذا هذا اول حد من حدود الفانكشن في التبسيط اللي هو واي برايم. جمعنا فيه 8 ونز، كم ون بقي عندنا ما دخلش في التجميعات؟ 3 ونز. 3. الان ما اجي بقول بدي اجمعهم على شكل اما 8 او 4 او 2، يجوز اني استخدم تجميعات سابقه. باجي بقول اوكي انا في عندي هذول الاثنين بقدر اجمعهم كمان مع الاثنين على الطرف من هون، اذا الام 0 والام 4 دخلت مره اخرى في التبسيط، اذا هذول الاثنين اللي هون مع هذول الاثنين اللي هون ممكن اجمعهم مع بعض. دكتور دبليو برايم زد برايم W prime Z prime. ممتاز. شو اسمك انت؟ سارة. ممتاز يا سارة. W prime Z prime. طبعا انتم مكانكم تغشوا لانه هاي الحل. هاي الواي برايم. مش شايفه والله. انا عارف انك مش شايفيته بس عشان المزح. طيب ظل عندي واحد لحاله. هذا الواحد اللي هون. هذا كيف بدي اجمعه؟ بقول بقى احاول اجمعه مع مجموعة من الونز. أكبر عدد ممكن بالونز، بقدر أجمعه مع 8 بس بقدر أجمعه مع الأربعة هذول. هيك. إذن الأربعة هذول مع الأربعة هذول، اثنين هذول مع اثنين هذول بيشكلوا لي أربعة، شو صفتهم المشتركة؟ إنهم داخل الإكس وخارج الزد، شو راح يعطوني؟ راح يعطوني إكس برايم، إكس زد برايم. زد برايم. إكس زد برايم، اللي هو الحد الأخير هذا. وضح يا اخوان، خلص مجرد ما دخلنا جميع البنتيرز في التبسيط بنوقف، ما في داعي ارد احط حدود زياده. واضح الفكره يا شباب؟ اذا التبسيط نعم تفضلي. الامور كلها واضحه بس ليش قدمت الام 3 على الام 4 على الام 2؟ وين بالجدول نفسه؟ بالجدول نفسه شو؟ ليش حطينا هون الام 3 قبل الام 2؟ لانه احنا ترتيب المنتير حسب الرقم العشري المكافئ للباينري كومبينيشن. هنا الدبليو شو قيمتها هون الدبليو اكس؟ 0 0 0، وهون عندي 1 1 للواي زد، ف 0 0 1 1
that W, X, Y, Z. شو بتمثل هاي؟ أي من التيرم هذا اللي بمثله؟ هاي 2. طلع عليه مظبوط. 0, 0, 1. 3. 3. إذن عشان هيك أجى الثلاثة قبل الام 2. الام 2 أجى 0, 0, 1, 0. ما احنا قلنا ما بنمشي بشكل تصاعدي 100% وإنه نشتغل جري كود. أوكي؟ دكتور وصلت شكرا. طيب أنت ظاهر مش حاضر المحاضرات السابقة. لا والله حاضر دكتور، كل يوم بحضر دائما. ما في بحضر وبعمل كليك وبرجع على الفرشة، احنا عارفين هذا. لا والله دكتور، لا والله. طيب خير ان شاء الله، كويس ان شاء الله فهمتيها دكتور، واضح شكرا. طيب ونفس الشيء بالنسبة للبقية، يعني لاحظي هنا M12 أجا قبل الM8 لأنه 1100 أكبر من 1000. أوكي وضحت الفكرة يا شباب؟ واضح دكتور. في حدا عنده؟ قرب الله عيد آخر تير هذا اللي هون الام 8 هو اكس واي لا اكس زد برايم اكس زد برايم. قلنا الاربعه هذول شايفهم الاربعه اللي على الوسط هذول الاربعه هذول وين موجودين؟ موجودين داخل مين؟ داخل الاكس، ولكن بنفس الوقت هم خارج الزد. هاي الزد، الزد بتشكل الثمانيه هذول، فهذول الاثنين اللي هون والاثنين اللي هون خارج الزد. واضحه؟ لا مش قصدي دكتور، انه اول شيء اخذت انه ثمان وحدات ثمانية قدرنا نجمع هذول الثمانية. أيوه. الآن ظل عندي الثلاثة هذول بدي أجمعهم، ما بصير أجمعهم مع بعضهم لأنه ما بصير أجمع ثلاثات، لازم أجمع إما اثنين أو أربعة أو ثمانية أو 16. الآن باجي بقول أوكي أنا ممكن أجمع هذول الاثنين مع بعض هيك، بس هذا بنطيني حد من ثلاث متغيرات، وأنا بالإمكان أجمع هذول الاثنين مع هذول الاثنين، لكن بصير عندي تجميع من أربعة، والأربعة أفضل، أربعة أفضل من اثنين، فأنا جمعت هذول اثنين مع هذول اثنين، ثم جمعت هذول اثنين مع هذول الاثنين، عشان يصير عندي أربعة أربعة. فهمت ليش؟ ألو اللي سأل؟ دكتور تمام. يعني أنا في التجميعات بحاول أجمع أكبر عدد من الونز عشان أبسط الحد. فلما طلعت هنا على الونز وجدت إنه هذول اثنين بقدر اجمعهم هيك، هذول اثنين بقدر استفيد من الاثنين اللي تم استخدامهم سابقا، يجوز. يعني انا عندي مربعات M0 و M4 سبق استخدامهم في تبسيط الواي برايم هذا، لكن يجوز ان استخدمهم مره اخرى عشان ابسط الاثنين اللي هون، بدل ما اجي اقول هذول عباره عن اثنين مع بعضهم، هذول اقول عباره عن Y Z برايم W برايم. في الواقع هذا الحد يمكن يتبسط بشكل اكثر. ليش؟ خليني اقول لك، هذا واي برايم لو خدت هذول الاثنين مع بعضهم لحالهم شو راح يطلع تبسيطه بالاثنين مع بعضهم هذول؟ خليني بقول لي شو راح يطلع؟ راح يطلع دبليو برايم زد برايم واي، دبليو برايم زد برايم واي، واي زد برايم، مزبوط؟ مش هيك راح يطلع؟ مزبوط. راح يطلع W برايم Y Z برايم. لكن مثل ما بنعرف احنا بنقدر نوزع الاور على الان، هاي الاور بقدر اوزعها على الحد هذا اللي هو W برايم Z برايم وعلى الواي، فبقدر اقول هذا Y برايم اور Y هذا حد ended with Y برايم اور W برايم Z برايم، مزبوط؟ وزعنا الاور على الان، بس هذا الحد اللي هون شو يساوي؟ واحد. فبشو بصفي عندي النتيجة؟ Y برايم or W برايم Z برايم. إذا هذول الاثنين لحالهم كان الأصل أجمعهم، لا أجمعهم مع الاثنين هذول بيطلعوا بنطوني حد أبسط اللي هو W برايم Z برايم، وإحنا استنبطناه بالطريقة التقليدية. فدائما لما بدك تجمع أنت ونز تجمعها مع أكبر عدد من المجاورات لها. وضحت الفكرة؟ وضحت الفكرة ليش أخذناها مع الاثنين اللي على الطرف اللي على اليسار؟ وضحت وضحت دكتور. طيب كويس الحمد لله. طيب إذن أخذنا التجميع هذول، أعطوني واي برايم هذول
ما حدا أعطوني W prime Z prime. ضل عندي هذا الواحد بدي أجمعه مع أكبر عدد من الونز، فبقدر أجمعه مع هذول يعطيني X Z prime. وهيك بنكون عرفنا الحدود التي تمثل function Y prime W prime Z prime و X Z prime. في حدا لسه عنده الأمور مش واضحة؟ ألو؟ واضح دكتور. طيب الحمد لله. كم باقي من الوقت؟ باقي لسه معنا حوالي نصف ساعة. طيب نأخذ المثال التالي. هذا المثال فيه خطأ يا شباب، هذا المثال فيه خطأ. هسه بنقول لكم شو الخطأ اللي فيه. الخطأ اللي فيه إنه الـ M6 ليس مشمولاً بأي من الحدود الموجودة. خلينا نشوف ليش. أول إشي كيف بنحل مثال زي هيك؟ عندي function معبر عنه as sum of product لكنه مش محطوط بالصيغة اللي هي أبسط صورة، يعني ممكن أن يبسط. فعلشان نشوف إنه يبسط أو لا يبسط بنحاول نحط كل حد على الماب. في الأول بنحط الماب إحنا، أوكي، بنحط الـ AB على طرف والـ CD على طرف، بنحط أرقام المينتيرز، ثم بنيجي على الحد الأول ونمسكه. هذا الحد اللي هون اللي هو A prime B prime C prime. بنقول لو بدي أجي أقول هذا من أين نتج، نتج من تبسيط أي من two مينتيرز. هذا خارج الـ A، خارج الـ B، وخارج الـ C. معناها هذول اثنين مع بعضهم، هذول اثنين مع بعضهم، هذول الاثنين مع بعضهم في الواقع يمثلوا لي هذا الحد اللي هو A prime B prime C prime. اوكي، لا نيجي على الحد اللي بعده B prime C D prime. خارج ال B معناها الأربعة اللي فوق والأربعة اللي تحت هذول خارج ال B. داخل ال C معناها بدي يكون إما هون أو هون. وخارج الدي معناها عندي المربع هذا مع المربع هذا اللي على الطرف بشكل بهاي الصفة، انه خارج البي هاي الاثنين هذول خارج البي داخل السي وخارج الدي، فبنطين البي بي برايم سي دي برايم. نيجي على الحد هذا اللي هو اي برايم بي برايم سي برايم دي برايم. دكتور لو سمحت دكتور، نعم. الحد الثاني بي بي سي برايم دي برايم، لازم سي مش بي مش برايم. سي برايم بي برايم سي لازم دي سي برايم. مش سي برايم، مش هم داخل السي سي. سي برايم هاي. طب انا قلت سي، لا هاي البرايم بس على البي. بطريقه الكتابه بتبين انها سي برايم، كتابه كاتبها بالطريقه هاي بي برايم سي دي برايم. واضح السي ما عليهاش برايم، البرايم هاي اللي هون للبي مش للسي. واضح؟ الاصطاد شوي يعني للاسف مكتوب بطريقه مش كويسه. بنحاول نظبط ان شاء الله في الفصل القادم، بنكون هاي الامور عملنا لها ريكتيفيكيشن وظبطناها. طيب الحد الاخير هذا أو قبل الأخير الـ A prime B prime C prime D prime، يعني الـ A صفر الـ B صفر الـ C صفر الـ D صفر، يتوقع بمثل لي هذا الحد اللي هون، يمثل لي الحد هذا. بس إحنا هذا الحد already إحنا شاملينه هيك، شاملينه بالحد الأول، علشان هيك هذا الحد بيطير، هذا الحد في التبسيط راح يطير معنا. والسبب إنك ممكن تطلع الـ A prime B prime عامل مشترك، C prime عامل مشترك، يظل عندك من هذا واحد ويظل من عندك من هذا دي برايم. وانا بعرف one or anything is one، وبالتالي شو راح يصفي عندي؟ راح يصفي A prime B prime C prime. فهذا الحد في الواقع is redundant there. راح يظهر معنا في التبسيط انه ما في داعي اني اخليه لحاله. طيب الحد اللي بعده A B prime C prime، داخل ال A
خارج البي وخارج السي معناها هذول الاثنين. إذا هذول مع بعضهم راح يعطوني طبعا راح يعطوني A B برايم C. هذا اللي هون A برايم B برايم C برايم في الواقع غلط، هذا يمثل المربع اللي فوق اللي هون، يعني ما أشر لكم هون هذا خطأ بصراحة، يعني بدكم تنتبهوا للأخطاء الموجودة، هذا خطأ، هذا في الواقع خطأ إنه أشر لك على المربع اللي هون. المربع اللي فوق اللي هو الA صفر الB صفر الC صفر D صفر، هذا المربع هو يمثل الA برايم. مش حاطط A برايم، حاطط A حاطط A B برايم C برايم D برايم A B برايم C برايم D برايم، حاطط لك هون. هذا هيك صحيح، A B برايم C برايم D برايم مثل هذا المربع صحيح، الA واحد الB صفر الC صفر والD صفر صحيح، أنا ما انتبهتش مزبوط. إذا هذا ما في عليه إشكالية، هذا ما في عليه إشكالية، بس ليش حاطه مش عارف، لانه مش موجود بالاكسبريشن اللي هون. هذا الحد اللي هو A B برايم C برايم D برايم مش حاطه كأحد الحدود. طيب اذا ما بنعبي الماب بنلاحظ انه في عندي واحد ما نحطش اللي هو الواحد اللي هون، وهذا هو الخطأ اللي موجود في السلايد. هذا الام 6 يا اخوان ليس مشمولا باي واحد من الحدود اللي هون، لذلك بتصلحوها في الاكسبريشن اللي هون وبتحطوا هذا الحد اللي هو A برايم B A برايم B اللي هي 0 1 و C D برايم. إذا تضيفوا هذا الحد إلى الاكسبريشن عشان يصير الحل صحيح. واضح يا أخوان شو المشكلة؟ واضح دكتور واضح. طيب الآن بعد ما حطينا المين تيرمز بالماب على التصحيح هذا اللي حطيناه، بنحاول نجمع الآن أكبر عدد ممكن من الونز. نبدأ في الأول بتجميع 8 ونز. هل أستطيع أن أجمع 8 ونز؟ أصل الماب كلها كم ون فيها؟ لا دكتور 7 هي. وبالتالي فيش 8 إني أجمعهم، وحتى لو بدي احاول اجمعهم من فرعطات مش بطريقه يعني متجاوبه. طيب هل بقدر اجمع اربعات؟ نقدر. طيب خلينا نشوف اول اربعه، الاربعه هذول اثنين هذول مع الاثنين هذول، شو بعطوني هذول مع بعضهم؟ طلعوا على الماب وشوفوا الصفه المشتركه الاربعه هذول. هذول اول شيء بالنسبه للاي بقدرش احط الاي، ليش؟ لأنه جزء منهم جوا الـ A وجزء منهم وين؟ خارج الـ A، فالـ A مش داخل. C برايم B برايم دكتور. C برايم B برايم. C برايم، ممتاز. B برايم. B برايم. C برايم. إذا هذول الأربعة أعطوني B برايم. C برايم. طيب خلينا نشوف، هل في أربعات غيرهم؟ دكتور في. هل في؟ وين؟ اللي على الزوايا. ممتاز. الزاوية هاي. مع الزاوية هاي مع الزاوية هاي مع الزاوية هاي، شو الصفة المشتركة إلهم؟ شو راح يعطوني؟ B برايم D برايم B برايم D برايم B برايم B برايم، خارج ال B وخارج ال D، ممتاز. طيب طبعا أنت بتطلع على الحل هون B برايم دكتور D برايم. والله ما أنا شايفه والله هاي بغشش اللي ضايل هسه. ظل عندنا اني اجمع كمان اربعات، بقدر اجمع كمان اربعات؟ طلعوا، هل في اربعات اخرى غيرهم اجمعهم؟ لا خلاص. لا، طيب، الواحد هذا ما تبسطش. الواحد هذا اللي هون لساته ما تبسطش. فبنحاول نجمعه، بنحاول نجمعه مع اربعه، ما فيش اربعه يتجمع معهم. اوكي، طيب بقول بقدر اجمعه مع اثنين؟ بقدر جمعه هيك. إذا جمعته هيك بده يعطيني حد من ثلاث متغيرات. A برايم. أول إيه؟ A برايم. D برايم. خارج الـ A. خارج الـ A. طيب. داخل الـ C. داخل الـ C. هاي C. وخارج الـ D. وخارج الـ D. إذا شو بتكون؟ D برايم. D برايم. اللي هو الحد الأخير اللي هون. أوكي. إذا هيك بنكون بسطنا الفانكشن.
بطريقة سريعة ودقيقة وشملنا جميع الوانز. يجب أن يكون تبسيطك يشمل جميع الوانز، ما بصير تخلي أي واحد لحاله. طبعا لو كان في عندي أي واحد لا يمكن تبسيطه مع أي وانز بأخذ لحاله زي ما هو، بكون حد من أربع متغيرات. واضح المثال يا أخوان وتصحيحه؟ المثال فيه خطأ، فأرجو أنكم تنتبهوا لهذا الخطأ لما تدرسوا على سلايدات. أنا بعرف أنه كثير منكم يدرسش للكتاب، لكن أنا بقول لكم مرجعكم الرئيسي في الدراسة هو الكتاب، الكتاب هو المرجع الرئيسي، فهذه الأخطاء موجودة في السلايدات بتكون تنتبهوا لها. في حدا عنده أي سؤال على هذا المثال؟ طيب باقي عندنا حوالي 20 دقيقة بنكمل، إذا ما فيش أسئلة بنكمل. طيب نيجي لموضوع مهم جدا وهو استخدام ما يسمى الامبليكانتس في التبسيط. كما قلنا في بداية المحاضرات الحصة الماضية انه تبسيط الفانكشنز احيانا قد يكون اكثر من حل، يعني مش بالضرورة يكون الحل يونيك، يعني ممكن يكون في عندي اكثر من حل صحيح، لان كيف اختار التجميع واحصل على الحلول هذا هو موضوع البرايم امبليكانتس. فخلينا في الاول نتكلم عن ثلاث شغلات اللي هم مصطلحات، مصطلح برايم امبليكانت، ما معنى برايم او ما معنى امبليكانت في الاول، ما معنى امبليكانت، شو يعني برايم امبليكانت، وشو يعني essential prime implicant. اولا خلينا نقول انه الامبليكانت تجميع لاي مجموعه من الوانز في الماب، اي تبسيط لمجموعه من الوانز يسمى امبليكانت. ناخذ مثال السابق، نرجع الى المثال اللي هون، اي تجميع لمجموعه من الوانز يسمى امبليكانت. مثلا اذا اخذنا التو وانز هذول مع بعضهم، هذول التو وانز مع بعضهم بنطوني حد اللي هو A برايم B برايم C برايم، هذا يسمى امبليكانت. إذا أي تجميع لأي مجموعة من الوانز يسمى امبليكانت، حتى واحد لحاله يسمى امبليكانت. هذا الواحد لحاله اللي هو A برايم B C D برايم، هذا الحد لحاله يسمى امبليكانت. إذا الامبليكانت هو أي حد مكون من لترالز لمجموعة من الوانز، قد يكون واحد لحاله أو اثنين أو أربعة أو ثمانية أو 16، هذا يسمى امبليكانت. طيب الآن ما معنى برايم امبليكانت؟ هذا امبليكانت بطل متممتها دكتور؟ لا 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 لا، هذا قلنا عنه امبليكانت لكنه is not a prime امبليكانت. is not، راح اختصر برايم امبليكانت الى بي اي. الان ليش مش برايم امبليكانت؟ البرايم امبليكانت هو تجميع لمجموعة من الوانز لا يمكن تجميعها مع مجموعة أكبر. لو اطلعنا إلى هذول الوانز اثنين، هذول بالأصل كان ممكن أجمعهم مع مجموعة أكبر اللي هي المجموعة هاي. إذن الـ A prime B prime C prime في الواقع
كان ممكن أن تشمل ضمن البي برايم سي برايم. فالبي برايم سي برايم المجموعة هاي هي إمبليكنت، وبنفس الوقت هي برايم إمبليكنت. ليش؟ لأنه هذول الونز الأربعة الموجودين هون لا يمكن تجميعهم مع أربع أخريات بحيث أحصل على تجميع لثمانية. هل في عندي أربع أخريات ممكن أضمهم للأربعة هذول؟ طلعوا في الماب كلها. في الموجودين؟ لا دكتور، ما فيش. إذن البي برايم سي برايم يسمى إيش؟ يسمى برايم إمبليكنت. بينما الأ برايم بي برايم سي برايم يسمى إمبليكنت، لكن لا يسمى برايم إمبليكنت، لأنه كما قلنا يمكن تجميعه مع مجموعة أكبر. طيب خلينا نشوف الآن مدى فهمكم. التوز اللي هون هل ممكن أسميهم برايم إمبليكنت أم لا؟ صير دكتور. ليش؟ لأنه لا يمكن لأنه ما بنقدر نجمعهم مع تجميع أكبر. إذن الحد هذا اللي هو يمثل A برايم C D برايم. A برايم C D برايم. هذا أيضا يشمل من ضمن مجموعة إيش اللي نسميها إيش؟ برايم إمبليكنت. طيب خلينا نشوف برايم إمبليكنت آخر. الواحد هذا مع الواحد هذا هل ممكن أسميه برايم إمبليكنت؟ دكتور لا. ليش؟ يمكن جمعه مع الاثنين اللي فوق آخر شيء. ممتاز ممتاز. شو اسمك أنت؟ يوسف أبو دياك. اسمك اللي عفوا؟ يوسف أبو دياك. يا يوسف، ممتاز يا يوسف. إذا هذول الاثنين اللي يمثلوا لي تبسيط A D prime B prime ال A B prime D prime، هذا يمثل الاثنين هذول، لكن هذا الحد is an implicant but not a prime implicant. So this is not a prime implicant، لأنه كما قال زميلكم يمكن تجميعهم مع الاثنين اللي فوق اللي هون، وصير عندي مجموعة من أربعة ونز وحد أبسط. فالحد B prime D prime is a prime implicant، لأنه الأربعة اللي على الأطراف لا يمكن تجميعهم مع أربع أخريات بحيث أحصل على ثمانية. إذن فهمنا الآن شو يعني prime implicant. prime implicant هو تبسيط لمجموعة من الونز بحيث أحصل على حد لا يمكن أن أحصل عليه بطريقة أبسط، أن تجميعه مع مجموعة أكبر من الونز. واضح يا أخوان؟ طيب الآن بنيجي نيجي لما يسمى essential prime implicants. الآن خلينا نعمل نحط التبسيطات اللي عملناها سو فار. عملنا هذول الاثنين مع هذول الاثنين، وعملنا هذول الاثنين مع بعض، وعملنا الاطراف مع بعض. هذول كلهم برايم امبليكنتس. الان باجي بطلع على كل حد منهم. لو اجينا اخذنا الحد اللي ناشئ عن الاثنين هذول، هذا اللي برايم امبليكنت تبعه شو سميناه A برايم C D برايم. راح نلاحظ يا اخوان انه المينتيرم هذا الذي تم شمله في هذا التبسيط لا يشمل إلا بهذه الطريقة. يعني ما في عندي أي برايم إمبليكنت يشمل هذا الواحد إلا إني أحطه محل. فإذا وجد عندي من تيرم ولو كان واحد لا يمكن شمله إلا بهذا البرايم إمبليكنت، في الحالة هاي بنسمي هذا إسينشال برايم إمبليكنت. إذن
هذا الآن لم يعد فقط برايم لكف وإنما صار إسينشال لأنه ضروري للمنتر M6. الM6 لا يمكن تبسيطه إلا إذا شملناه مع الواحد اللي فوق. وهذا الحكي ينطبق على البقية. بنلاقي إنه هذا الواحد لا يمكن شمله إلا بالزوايا. فالحد اللي هو B prime D prime is also essential. الحد اللي هو B prime C prime أيضا essential. إذا جميع هذولا are essential prime implicants. كلهم essentials. لأنه كل واحد فيهم يحتوي على الأقل مربع واحد لا يمكن شمله إلا بهذا التبسيط. وضحت الفكرة شو يعني essential؟ دكتور ممكن تعيدها؟ بنعيدها. خلينا نروح على سلايد عشان نوضح الفكرة بشكل أحسن. نروح على سلايد الأمامية. خلينا نطلع على الماب اللي هون ونحاول نشوف التبسيطات اللي عندي. خلينا نأخذ اللون الأحمر. في عندي الأربعة هذول. بقدرش أجمعهم مع أربعة غيرهم. في عندي الأربعة اللي على الزوايا. بقدرش أجمعهم مع أربعة غيرهم. هذول برايم إمبليكانس وبنفس الوقت آر إسينشال برايم إمبليكانس. لأنه كل واحد موجود فيهم مش مشمول إلا بهذا البرايم إمبليكانس. يعني المثال في الواقع هو المثال اللي هون. لما نيجي إحنا على هذا المثال في عندي الأربعة هذول وفي عندي الأربعة اللي على الزوايا. الآن خلينا نخفف شوية من اللون ونحط لون أسود. الآن أنا أخذت الأربعة اللي على الزوايا وأخذت الأربعة اللي في الوسط. بقدر أخذ الأربعة اللي هون. بقدر أخذ الأربعة اللي هون. بقدر أخذ الأربعة اللي على الطرف هذا مع الأربعة مع الاثنين اللي هون. في كمان تجميعات يا أخوان؟ هل في تجميعات أخرى؟ هل في تجميعات أخرى أنا مش شايفها؟ طيب خلينا نشوف. بالنسبة للتجميع اللي في الوسط اللي هون اللي هو يمثل البي برا بي دي. هذول اللي هون مثلوا لي بي دي. دكتور أم 7 ما أم 15 تعتبر تجميع؟ وين؟ أم 7 ما أم 15 أم 7 وأم 15 هذول هيك مع بعضهم؟ لا ليش؟ ما يعتبر. لانه هذا مش برايم امبليكانت. احنا بنتكلم على برايم امبليكانت. بحط في الاول البرايم امبليكانت كلياتهم. هل تجميع الاثنين هذولا مش ممكن اجمعهم مع مجموعه اكبر؟ هذول اثنين. في اثنين ثانيات ممكن تساعدك. هذول بجنب عفوا الاثنين اللي بجنبهم هذولا ممكن انا احصل على هذا الحد وهو ابسط. اذا هذول اثنين بقدرش أقول عنه برايم إمبليكانت. أنا الآن بتكلم عن برايم إمبليكانت. سمعتوا السؤال زميلكم يا شباب؟ يا شباب الموجودين، هذا الحد اللي هون الاثنين هذول they are not a prime implicant لأنه يمكن تجميعهم مع الاثنين اللي بجنبهم. واضح الفكرة؟ هلو وين راحت الشباب؟ واضحة دكتور. طيب نرجع مرة ثانية إلى طريقة التجميع. كم بقي الوقت؟ 5 دقائق. أخذنا الأربعة اللي في الوسط وأخذنا الأربعة اللي على الأطراف. ثم أخذنا الأربعة اللي هون اثنين هذول مع الاثنين هذول. أخذنا الأربعة اللي من تحت هذول كلهم. هاي كلها برايم إمبليكانس. كلياتها برايم إمبليكانس. في عندي الأربعة هذول. هاي التجميع كلياتها عبارة عن برايم إمبليكانس. تجميع يمكن يؤدي إلى حد لا يمكن تجميعه مع مجموعة أكبر. لو أجينا نكتبهم هذول البرايم إمبليكانس راح يطلع عندي الحد اللي في الوسط هذا بي دي. هاي نكتبهم. اكتبوا على كلهم هيهم بي دي.
هاي البي دي اللي هو الأربعة اللي في الوسط اللي من برا هذول موجودين في البي برايم دي برايم، فهذا البي برايم دي برايم يمثل الأربعة اللي على برا. الأربعة اللي هون بيمثلوا لي A D، هاي A D يمثل الأربعة هذول. الأربعة هذول قلنا بيمثلوا البي دي. الأربعة اللي هون بيمثلوا لي A B برايم، A B برايم. ال A B برايم يمثل الأربعة اللي هون. الأربعة اللي هون بيمثلوا لي A D. إذا أنا عندي مجموعة يعني من من البرايم امبليكانس اللي هم البي دي البي برايم دي برايم الاي بي برايم هم الاربعه اللي من تحت الاي بي برايم عندي الاربعه اللي هون اي دي الأربعة اللي هون عندي الأربعة اللي في الزوايا حطيناهم بي برايم بي برايم عندي كمان الأربعة اللي على الأطراف هذول هذول وهذول اللي هم بي برايم سي في عندي أربعات غيرهم عندي مين بقول لي مين في عندي برايم إمبليكانت آخر سي دي هذول سي دي سي دي ممتاز إذن برضو في عندي السي دي يعتبر برايم امبليكانت. إذن جميع هذول الحدود بنسميهم إحنا برايم امبليكانت. كل هذول بنسميهم إحنا برايم امبليكانت لأنه عبارة عن تجميع. لما جمع من الوز لا يمكن تجميعهم في مجموعات أكبر. الآن بعض هذول are essential. مين الاسينشال؟ هو البرايم امبليكانت الذي لا يمكن الاستغناء عنه. مثلا إذا طلعنا على هذا الواحد هذا الواحد اللي هون لا يمكن شمله إلا بالزوايا الأربعة هذول. إذن الحد B prime D prime هذا essential. لأنه هذا الواحد اللي هون لا يمكن شمله إلا بهذه الطريقة. شوف الواحد اللي هون هذا الواحد اللي هون لا يمكن شمله إلا بهذه الطريقة اللي هي البي دي. فالبي دي برضو is also essential. طيب إذا البي دي والبي برايم دي برايم ار اسينشال. طيب البقيه بقول لك تعال لو اجينا لهذا الحد اللي هو الاي دي بنلاحظ انه كل واحد فيهم مشمول باكثر من طريقه. يعني الواحد اللي هون مشمول بالمربع اللي فوق ومشمول بهذا. الواحد اللي هون نفس القصه. الواحد اللي هون مشمول بثلاثه. الواحد اللي هون مشمول باثنين. اذا باقي ما تبقى اللي الونز فيها مشمول بأكثر من طريقة لا تسمى essential prime implicants. إذن الاسينشال هم جزء من البرايم implicants التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنه بعض المنتيرز لا يمكن تبسيطها إلا بشمولها. بقية الحدود تسمى prime implicants لكن لا تسمى essential. إذن هذولا الباقيات are not essential. They are prime implicant but not essential. الحصة القادمة إن شاء الله بنكمل في هذا المثال وبنشوف كيف نبني الفانكشن من الاسينشال prime implicants ومن بقية prime implicants. الله يعطيكم العافية.